ازاي قدر برجوليو عميد الجامعه اليسوعيه انه يستغل الموارد الماديه والبشريه للجامعه في خدمه الناس الفقراء والمحتاجه في حي سان ميجيل في بيونس ايرس مع تردي الاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه في نهايه السبعينيات وبدايه الثمانينيات من القرن العشرين؟ وكان ايه رد الاب برجوليو على الدارسين اللي كانوا بيرفضوا القيام باعمال الخدمه في مزرعه او حظيره الجامعه؟ كان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يختبره الأرجنتينيون بمثابة اختبار لنظريات بيرجوليو ومنهجه الروحي والإرسالي في التكوين، فجيرانه من القاطنين في أوحال الفقر وقساوة المعيشة بحاجة إلى دعم ومساعدة لتحسين أحوال أسرهم وتربية أطفالهم والعناية بصحتهم. ومن ثم لم يغمض برجوليو اليسوعي رئيس الجامعة عينيه أو يصم أذانه أو يغلق قلبه عن الاستجابة والانخراط في تحسين أحوالهم المعيشية بحجة انشغاله بإعداد وتكوين الطلاب والمبتدئين اليسوعيين بالجامعة، أو بحجة أنه لا يملك الوقت للعمل مع الفقراء بسبب انشغاله بتدريس اللاهوت الرعوي أو الفلسفة أو تنظيم وإلقاء الرياضات الروحية. مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الأرجنتين وضعف التبرعات وزيادة احتياجات الفقراء والمهمشين في حي سان ميجيل، ابتدى برجوليو يفكر إزاي يستغل موارد الجامعة اليسوعية المادية المتمثلة في أراضي على مساحة حوالي 25 فدان، موارد بشرية متمثلة في شباب الدارسين اليسوعي. مرة من المرات اتفاجأ الناس في المنطقة بالأب برجوليو ماشي ووراه أربع بجرات، أربع خنازير، ست خرفان، واللي كانوا بداية لمزرعة حيوانات ملحقة بالأرض الزراعية اللي ابتدى برجوليو يستغلها لإنتاج خضروات وغذاء للناس في المنطقة، وفي نفس الوقت لتوفير الأكل للدارسين في الجامعة. مشروع برجوليو أنتج في ظرف سنتين أو ثلاثة 120 خنزير، 50 خروف، 180 أرنب، و20 بقرة ومنحل لإنتاج العسل. كان بيتم استغلال الإنتاج لخدمة الناس. كان دور الدارسين اليسوعيين بالإضافة للدراسة على مدار 6 ساعات يومياً هو إنهم يقوموا بمهام الخدمة في المطبخ والمغسلة ونظافة دورات المية ومساعدة الأخوة والأباء اليسوعيين في المزرعة في أعمال جمع أجراس العسل وحلب البقر وتنظيف مرعى الخنازير. وهناك كانوا بيقابلوا عميد الجامعة اليسوعية برجوليو. في مرة من المرات اعترض الدارس إرنستو جيبالدو على إنه بينظف مرعى الخنازير بحجة إنه التحق بالجامعة اليسوعية عشان يدرس مش عشان يرعى الخنازير. رد عليه برجوليو مباشرة وقال له روح حالا وأكل الخنازير، ده اللي الرهبنة بتطلبه منك دلوقت، وبعدين روح تابع دروسك. الدارس جولميريو أورتيز بيأكد إن ده كان عمل فعلاً قذر، وكان ناس كتير بترفضه، لكن ما كانوش بيقدروا يعارضوا برجوليو لأنهم كانوا بيلاقوه لابس جزمته البلاستيك وقاعد بينظف تحت الخنازير بنفسه قبلهم. مش بس كده، كانوا الدارسين بيلاقوا عميد الجامعة قبلهم في المطبخ وفي المغسلة بيساعد في غسل ملابس حوالين 200 دارس على غسالتين كبار هم بس اللي كانوا موجودين وقتها في سكن الجامعة. كان في المزرعة بيساعد في الزراعة، وبالتالي كان بيساعد بالنموذج إن الدارسين يروحوا يزوروا الناس الفقراء ويعرفوا احتياجاتهم ويساعدوا على تلبيتها، بالإضافة لتنظيم دروس التربية الدينية للأطفال اللي كانت الجامعة بتوفر لهم وجبات غذائية لحوالي 400 طفل وطفلة يومياً من ناتج المزرعة وحظيرة الحيوانات. ما بين سنة 1979 و 1980 أخذ برجوليو تصريح من أسقف سان ميجيل بأنه يبني كنيسة جديدة في المنطقة على قطعة أرض اتبرعت بيها الجامعة اليسوعية للإبراشية. كانت كنيسة القديس يوسف بتخدم الأهالي في ثلاث مناطق في سان ميجيل. كان سكان المناطق دي ساكنين في بيوت فجيرة لمتوسطة، شوارعها مش مرصوفة أو ممهدة، وبالتالي بتتحول لمستنقعات طينية وقت المطر. كاتدراية القديس يوسف دي في ظرف سنتين بقيت مبنى كبير بفضل التعاون بين الدارسين اليسوعيين وأهالي المنطقة. كان ملحق بيها مطبخ كبير، قاعة أكل للأطفال، ورشتين للتدريب الحرفي لتأهيل الشباب. الأب برجوليو عميد الجامعة اليسوعية نجح في إنشاء أربع كنائس صغيرة تانية في سان ميجيل لخدمة أكبر عدد ممكن من الناس، بالإضافة لكاتدراية القديس يوسف. لو عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن خدمة الأب برجوليو اليسوعي في حي سان ميجيل في بيونس آيرس نقدر نلاقيها في كتاب طبيب النفوس. معاكم مريم نيلي.